زعمان زي محمد. انت جيت النهارده عشان تنتخب في جوله الاعاده الثاني يوم مظبوط؟ انا شايف معاك ابنك اسمه ايه؟ محمد. جايب معاك ايه النهارده؟ مش نعلمه برضه الانتخابات وازاي الوطنيه ويعرف ينتخب مين وبرضه يحافظ على البلد ويحافظ برضه ان شاء الله على وطنيه مصر ان شاء الله. انت شغال ايه؟ انا شغال في وزاره الاوقاف. وسبت شغل جاهز النهارده؟ لا لسه معاد شغلي من صلاه الظهر انا رايح الحق شغلي ان شاء الله. انت صممت انك تنزل تدي صوتك؟ ليه يا مروان؟ عشان طبعا عشان مصر. انت شايف ان الناس اللي ما نزلتش لازم تنزل دلوقتي؟ لا لازم تنزل طبعا، كل واحد لازم ينزل ويشارك طبعا. عشان خاطر عيالك وعشان خاطر مستقبل بلدك. انت فرحان انت نازل؟